نحن حاليا نتواجد في منطقة سد السلطانة بناء على نداء استغاثة توجه به أهالي المنطقة، وكما تشاهدون من خلال الكاميرا المياه تخرج من باطن الأرض مما أدت إلى خراب وتدمير الأسوار المنزلية كذلك بداخل المنازل، حيث أن هذه المياه كما علمت أن نسبة الملوحة فيها تبلغ حوالي 9000، حيث مياه مالحة أتت على أكل البلاط وقصارة المنازل إضافة إلى طرشتها، مما أدى إلى نوع من القلق لدى سكان هذه المنطقة. أنا حفرت يعني تقريبا مترين حفر جورة، شايف جيت ثاني يعني تقريبا ساعتين وانا مطلع تراب كامل وانا مصفيها لي، انا فكرت يمكن تقعد يوم كامل وحفر بها، فصارت تطلع طينه، مو حتى مو تراب يعني طينه. في ناس حفروا ولقوا ميه بعد، وميه غير صالحه، يعني يومها ميه صالحه كان نشرب منها ونستفيد. احنا نشتكي في هذا البلد من الاملاح والترسبات اللي عندنا، ايضا عندنا المدرسه مشققه يعني عن طريق التصدعات وكذا تنهار هذه المدرسه على الطلاب يوم من الايام، فتصبح عندنا كارثه في هذا المجتمع. ايضا في عندنا اكثر زي ما شفت انت اكثر من 20 بيت متصدعات عن طريق من سلطه عن طريق المياه وكذا، فاحنا نناشد المسؤولين في السلطه وفي وزاره الري ان يقوم بزيارتنا وشوفوا على ارض الواقع. واحنا صارنا تقريبا 15 سنه نعاني من هذه المشكله، صار عندنا تربه اول كانت خفيفه يعني كانت تربتها خفيفه، فزاد عندنا صار طينيه، صار تاثر على السكان عندنا على المناطق العمار، يعني هدت عندنا البلاط الكسارة، صرنا نبلط مرتين ثلاثة بدون فائدة، بعد كسارة أثرت عندنا. أعزائي المشاهدين، سكان هذه المنطقة ليس هنالك داعي لشراء الملح لوجود كميات من الأملاح، بعد أن قمنا برفع هذه السجادة والتي متآكلة نرى الملح على أرضية البلاط وهو ملح ناعم. بعدين هذه الفرشات على وشك أن تغير، كذلك السجاد بسبب وجود بقع كبيرة من الأملاح والتي تخرج من باطن الأرض. هي المشكلة من الفوسفات، ميتهم جت عندنا بهذا وأثرت علينا، ويعني الفوسفات ما فادنا، الفوسفات قاعد يضرنا، يعني الطفل من هو صغير متضرر من الفوسفات، فوق هذا الربو صار عندنا أطفال النساء شيوخ كبار، فوق هذا أثر علينا الفوسفات من فوق ومن تحت، صار عندنا حتى المية صارت أثر علينا. يا سيدي احنا شفتوا هالمناطق وهالمناظر اللي سجلتوها كلها هموم قديمة وبعيدة المدى، واحنا نطالب المسؤولين ولا حياة لمن تنادي. بالنسبة للمياه اللي تطلع من بطن سطح الأرض هاي دمرت بيوت كثيرة بصراحة وخربت على ناس كثيرة، واشتكينا لعدة جهات ولم نلقى إذن واعية حتى نتمكن من هذه المشكلة وحل هذه المشكلة. الله يعطيهم العافية الشباب. شو بتسوي في الرمل انت عمو؟ ناخذ ونحط على المناطق الطين. وين بتحطوه؟ على مكان الطينة. طيب الطينة بتأثر عليكم انتم الطينة هاي؟ لا بأثر. منين بتعرف منين جاي الطينة هاي؟ لا ما بعرف. ما من تحت البلاد. من تحت البلاد. وجهنا نداء إلى عدة جهات بوسائل الإعلام سواء المرئية أو المقرية أو المسموعة، فلذلك يا سيدي العزيز توجهت مجموعة فرق أو لجان من وزارة المياه والري ووزارة البلديات ووزارة البيئة، وهذا الحكي بتاريخ 2/1/2012. فلذلك يا سيدي العزيز احنا لهذه اللحظة لم نواجه اي طلب او انسان يعني نفذ طلباتنا، فنطلب من خلال الحقيقه الدوليه. احنا انا بالنسبه لي اناشد جلاله الملك شخصيا، لانه المسؤولين لحد الان سنه كامله ما شفنا مسؤول اعطانا تقرير نهائي عن هذا الوضع اللي احنا فيه. يا سيدي العزيز بالنسبه للمعاناه احنا لنا حوالي 9 سنوات بالنسبه للوضع المياه اللي عندنا هذه. اول شيء هي اثرت على البلاط واثرت على الكساره واثرت على البنيه التحتيه اللي هي الخرسانه الحديديه،
فاحنا الان يعني بصدق وامانه نعاني من مشاكل اللي هي مشكله الرطوبه اللي والمشاكل اللي والامراض اللي نواجهها الان. يعني خليني اكون صادق معك، انا قاعد احكي معك الان وانا قسما بالله العظيم كلنا نعاني من الحساسيه والربو. فيا سيدي العزيز احنا من خلال محطتكم الحبيبه او المحطه اللي توصل صوت المواطن، انا بصدق وامانه اناشد جلاله سيدنا واناشد رئيس الوزراء واناشد كل مسؤول في هذا البلد انه يحلوا مشكلتنا، لانه هذه مشكله بصراحه يعني مشكله مواطن، وهذه فيها حوالي 16 او 17 بيت. فمن خلالكم احنا نوجه هذا النداء الى جميع المسؤولين بالاردن انهم يجوا على ارض الواقع ويتفرجوا على الوضع المأساوي اللي احنا عايشين فيه. فنطلب انه يحلوا مشكلتنا سواء كانت بالفوسفات او غير الفوسفات او من وزاره شبكه مياه وزاره المياه. ابو ماجد، حسب اعتقادي انه احدهم يعني اراد بناء منزل في هذه المنطقه، شو الدواعي اللي خلته يتوقف عن بناء المنزل؟ والله يا سيدي العزيز هو الدواعي اللي هي نسبه المياه اللي انت شايفها اللي طالعه من سطح الارض هذه، فصاحب الاساسات هذه والشمعة هذه تركها لاجل انه ما ودي يخسر فيها على اساس انه بالتالي يعني ما يضيع فلوسه هدر على المكتب. انت حكيت لي انه كان الطمم كثير وبنزل الطمم. نعم. ليش نزل الطمم؟ نزل الطمم بسبب المياه السطحيه. نعم. هذه هي اسلاك الحديد والتي تآكلت جراء تاثير الاملاح عليها في هذه المنطقه. انه هاي الاملاح انها تاكل بالترسانه الحديديه وبالاسمنت وبالكساره. لديك كتب ومعاملات ووثائق؟ نعم. مخاطبات كانت الى الجهات الحكوميه والرسميه؟ نعم نعم، في قسم منها موجود عندي والقسم الثاني موجود ببلديه السلطانيه. اعزائنا المشاهدين، لا زلنا في منطقه سد السلطانه وهنالك المزيد والمزيد مما أثر على هذه المنطقة من المياه الجوفية وكذلك من الأملاح. نحن الآن أمام منزل أحد المواطنين في المنطقة، وهذا ما أتت به الأملاح أو ما هذا ما سببه، يعني باستطاع هذا المنزل على وشك الانهيار نتيجة الملوحة الزائدة والتي أوشكت أن تتجاوز ارتفاع المتر الواحد. لننظر إلى البلاط والذي تآكل على الرغم من تغييره، هذا هو مستوى الرطوبة، وصل إلى ارتفاع ما يقارب المتر على مساواة الشباك. لننظر إلى هذه المنطقة والتي هي سقطت كما هي كاملة، هذا جراء الرطوبة والملوحة العالية التي توجد في هذه المنطقة. فهل من مجيب؟ هذه السطوح تم ترقيعها من قبل صاحب المنزل، إضافة إلى هذه السطوح والتي كما ذكر صاحب المنزل بأنها لا زالت كمان في الداخل سطوح كبيرة وشديدة. نحن الآن في منزل أحد المواطنين من أبناء المنطقة لنرى عن قرب ما الذي حدث لهذا المنزل جراء التفجيرات والتي كمان أثرت عليها المياه المالحة في هذه المنطقة. هذه السطوح في على طول المنزل طبعا يصعب الترميم بها، إضافة إلى ذلك لا يوجد هنا أزمة على السجاد أو الموكيت، وإنما المواطن يتساءل أين تباع المشمعات لفرشها في أرضية هذا المنزل نتيجة الرطوبة العالية والمياه التي تخرج على الأطفال. لننظر إلى البلاط، الرطوبة لا تزال تآكل البلاط، تآكل جوانب المنزل، والذي استخدم لإصلاحه أو لإغلاق هذه الفتحات مادة لاصقة حتى لا تمتد هذه التسطحات في المنزل. الأملاح هاي أملاح زائد، يعني بالنسبة لمشكلة البيت عندي صارت تصدعات في البيت
وصار زي ما تقول يعني تخرج املاح من داخل البيت يعني من مي ولا مي واملاح نفس نعم رطوبه يعني رطوبه زائده يعني نعتبرها زي ما تقول حتى عمست الفراش ما انا قادر افرش البيت بتطلع عليك المي نعم رطوبه نعم واملاح